كل واحد فينا لازم يكون له هدف في حياته يعيش ليه ويموت عليه. أنا بالنسبة لي حياتي كلها في الرياضة، ونفسي أتخطى قدرات البشر في الرياضة. الرياضة هي اللي بتدينا ثقة في نفسي وبتكبرها كل يوم، هي اللي بتربي فيها روح التحدي لنفسي قبل ما أتحدى خصمي. الرياضة هي اللي بتعلمني الصبر، هي اللي بتحسسني بالصحة بعد التعب، وهي اللي بتحسسني بالسعادة والتفاؤل بعد إنجاز هدف من أهدافي. الرياضة هي الأكسجين اللي بتنفس بيه. بالنسبة لي الرياضة هي الحياة. لو في يوم حسيت بضعف، بملل، بيأس، بحزن، لو حسيت في يوم إنك مش واثق في نفسك، العب رياضة. لو نفسك تفرح بتغيير كبير في حياتك للأفضل، العب رياضة. العب رياضة ولو نص ساعة في اليوم. أنا مش متأكد إنك لازم تعيش زيي عشان الرياضة، بس اللي متأكد منه إنك ما ينفعش تعيش من غير رياضة.